السلام عليكم شركتي الكريمات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم باذن الله راح نبارطاجي معكم بيتزا. هذه تاعي اللي ديما نديرها خصوصا في فصل الصيف، تجي خفيفه، تجي قرمشيه، وتجي كما تاع المحلات يعني بالضبط. اذا بلا ما نطول عليكم، اليوم ما حطيتش المقادير قدام، يعني ما حطيتش المقادير هكا قدامكم، باسكو في دقيقه طلعت لي هكا نصورها معكم، فراح نخدموها كيف كيف. الحاجه المميزه في هذه البيتزا انه ما تحتاجوش يعني توزنوا الفرينه تاعكم، راح نخدموا بهذا الكاس. اذا هذا الكاس نديروه ماشي معمر، يعني يكون ناقص منه ان دوا، نديروه ما يكون الماء هذا دافي، يعني الماء ضروري يكون دافي. نضيف له 6 مغارف كبار نتاع زيت نباتي، نضيف ملعقة صغيرة تاع قهوة، هاد الملعقة نضيفوها خميرة الخبز، نفس الملعقة نديروها سكر، وقبل ما نحط الملح راح نخلطو جيدا هاد الخليط، ونديرو نص ملعقة نتاع ملح. بعد ما خلطنا الخليط نزيدو نخلطو، وراح نكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. وهنا قبل ما نبدا لاغوسيط راح نطلب منكم انكم تنتبهوا لأدق التفاصيل. البيتزا هذه فيها بعض التفاصيل اللي خارج نطاق الوصفة، يعني ما مديروا نفس المكونات، ما ديروش هذو التفاصيل، ممكن يعني ما تجيكمش كيما حايلينها. فركزوا على النصائح اللي راح نديها لكم في هذا الفيديو. اذا راح نبدا نزيد الفرينة تدريجيا ونخلط، نزيد، وكي نعودو ما نقدروش نخلطوها بالفوي راح نستعملو يدينا. وهنايا اذا حبيتو تحصلوا على نتائج مليحه تخيروا فرينه مليحه. طبعا هنايا ما نقدرش نعطيكم يعني ماركه سبيسيال، كل وحده الفرينه اللي مولفه بيها. اذا هنايا تحتاج شويه انت فرينه، راح نزيد. اذا العجينه اللي تحصلوا عليها يعني هذه من النصائح ثاني تاع نجاح البيتزا، ما تكونش يابسه بزاف، يعني تكون هكذا شويه تلصق. ومن بعد يعني ما راحش تحتاجوا تعجنوها بزاف، غير حاجه خفيفه. يعني جيت بك الماشينه، عفوا الفيفا جبت الفرينة تدخل في لاباط جيدا. اذا ها هي لاباط اللي تحصلوا عليها، شوفوا يعني ما عجنتهاش بزاف، وتاني تكون مش يابسة بزاف. اذا نحطها في الوعاء، نغلفها بابي فين، ولا ممكن تقدروا تغطيوها بساشي وخلوها تخمر، يعني ضروري تخمر كليا حتى يتضاعف الحجم نتاعها. هكذاك راح تحكم لكم يعني الوقت اللي باش تخمر، يعني من 45 دقيقة حتى لساعة، المهم لازم تخمر مليح. اذا في انتظار البيتزا تاعنا تخمر راح نروحو نديرو لاصوص طوماط. لاصوص طوماط هنايا انا جبت 3 حبات نتاع الطماطم، يكون الحجم تاعهم متوسط، من الافضل لو كان تخيروهم يعني حمر مليح، او تقدروا ديروا 2 حبات ويكون الحجم تاعهم كبير. يعني هنايا كما راكم تشوفوا انا نخدم حطيت الطماطم، نديروا 2 سنات نتاع ثوم، واللي يحبها من نوع تاع البيتزا هذيك المعمره ثوم يقدر يدير 4، ندير فقط 2 سنات. نديروا ملعقة صغيرة جدا تاع ملح، القليل جدا تاع فلفل اسود، على راس المغرف سكر. هنا السكر باش تبرد نحيو الحموضة نتاع الطماطم تاعنا. الان راح نرحيها، اذا ها هي بعد ما رحيتها الان نصنعوها. انا مش راح نطيبها كما قلت لكم، تبعوا فقط ما تخافوش، راح تجي بزاف بزاف بنينه، ماشي شرط طيبوا لاصوص.
وصدقوني انه تجي كيما تبرع. الان بعد ما يعني تخمر لاباط نتاعنا راح نخدمو البيتزا. خواتي بعد ما خمرت لاباط شعلت الفرن يسخن على 200 درجه. لازم الفرن يسخن مليح مليح، يعني ضروري البيتزا لازم لها الفور يكون سخون مليح مليح. من الاحسن انكم تستعملوا هاد الصينيه الخاصه هذه اللي تجي مع الفرن، لانه الماده تاعها مليحه وراح تطيب لكم البيتزا كما حبيتو. كما راكم تلاحظوا حطيت كميه مليحه من الزيت ودهنت كامل البلاطو نتاعي، دهنته جيدا بهاد الزيت. ما تخافوش هاد الزيت كامل دوك راح يتبخر في الفرن يروح كامل، ولكن راح يمد البيتزا تاعنا قرمشه من تحت. الان راح نفتحوا البيتزا تاعنا. كما راكم تلاحظوا تفتح هكا شويه لانه يعني الزيت ولا كاميرات يعني راح يعكس الوجه، فتفتحها شويه قبل ما نكملها معاكم. اذا هنا واش ديروا؟ ديروا يديكم شويه في الزيت وتستعينوا به باش تبسطوا لاباط نتاعكم، وبسطوها رقيقه جدا ما تخافوش، لانه بعد ما تطيب يعني راح يولي السمك تاعها معتدل، ما تجيش خشينه بزاف تكهن في نفس الوقت ما تجيش رقيقه بزاف. اذا هنايا اذا شفتوا باغ اكزومبل بلي لاباط تاعكم مشات لكمش في الصيني، كي تفتحوها يعني شويه زيدوا خليوها 5 دقائق ترتاح وزيدوا كملوا فتحوها. اذا انا راح نفتح البيتزا تاعي في كامل الصينيه. كما قلت لكم لازم تكون سمك رقيق وما تخافوش ابدا من هذا الزيت، لانه هو اللي راح يعطيها هذيك القرمشه. بعد ما تفتحوها كامله ديروها هكا بالاصابع باش هذا الطرف يعني يلصق بالبلاطو، يعني هاد الاطراف لصقوها بهذا الشكل. هاي تا شوفوا يعني اذا خديتو بكامل النصائح راح تحصلوا على اروع بيتزا ممكن تذوقوها في حياتكم. هاك اذا هكذا هنايا جبت فرشيطه وراح نثقبها بهذا الشكل. نحط لافوف طماط كامل في الرخه. كما قلت لكم الاحسن الطماطم تاعكم تكون حمراء، ونبدا بالملعقه نطرحها كيما هكدا. لازم نوزعها على كامل لاباط. اذا هنا راح نبدا ناخذ الزيتون ونحطو. تقدروا هنا انا درت لكم سامبل يعني كيما اللي تتباع برا، كاين يحطوا لها لونشوا، كاين يحطوا لها الفرماج، يعني هنا كل واحد كيفاش. في الاخير ندير لها رشه تاع زعتر، يعني الزعتر هو اللي يمد لها هذيك الريحه الجميله. واش نقول لكم حاجه روعه، يعني اتمنى يعني تجربوها. اذا ها هي ملاحظه فقط، نتوما لما دخلوها الفرن يعني ضروري انه من تحت تخلوها حتى تحمر مليح مليح. هنا كاين افران، ناس بالنسبه للناس اللي عندهم ممكن افران كيما تاعي اللي تلقاه جهه مثلا فوقانيه يحمرها وجهه تحتانيه ما يحمرهاش، ما عليكم غير تعاودوا تجبدوا البيتزا تاعكم بعد ما تحمر الجهه الاولى وتقلبوا الصني وتخلوا الجهه الثانيه تحمر. وكذلك اللي عندهم الافران من الفوق والتحت انا راح نطيبها في الفرن العادي تاعي تاع الكاز تاع الكويزينيير، واللي عندهم الافران تاعهم يشالوا من الفوق والتحت تشالوا ليها من الفوق ومن تحت على يعني اقل درجه 200 درجه هكذا باش تطيب لكم بشكل جيد. اذا انا راح ندخلها طيب ونرجع لكم مع النتيجه النهائيه. هي البيتزا تاعي بعد ما خرجتها من الفوق اخر لمسه نديروها هي رشه تاع زيت الزيتون. وكما قلت لكم اللي حابه تدير الفرماج دير الفرماج. اذا انا راح نقسمها
اذا ها هي شوفوا كيفاش يعني رقيقه، تجي رقيقه تجي خفيفه وتجي كما قلت لكم قرمشيه. كما راكم تشوفوا هذاك الزيت كامل تبخر من تحتها، وطيبوها بشكل جيد من تحت. اذا انا راح نحطها كامل في الصحن ونرجع لكم. ها هي البيتزا نتاعي، ان شاء الله تكون نالت الاعجاب نتاعكم. كما شفتوا طريقتها جد سهله، ودير يعني كميه لا باس بها من حبات تاع البيتزا، يعني تكفي الاربعه اشخاص. اذا ها هي، وما تطلبش بزاف المكونات، وتقدروا تاكلوها هكاك بلا فرماج، تلمو يعني الخفيفه تلمو لي قرمشيه. اذا ننصحكم تجربوها، ويا ريت يعني كي تجربوها تخلوا لي تعليقاتكم. اذا عجبتكم وصفه اليوم ديروا لي جيم في الفيديو عفوا، وانتظروني في فيديو لاحق. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.